هذا الملتقى هو ملتقى ديال نسائي جهوي. هذا الملتقى النسائي الجهوي كيجي في سلسلة ملتقيات جهوية كتنظمها منظمة نساء العدالة والتنمية، والهدف منها هي التواصل مع النساء والتحفيز ديالهم باش ينخرطوا في العمل السياسي اكثر ونبينوا شنو الراي ديال الحزب والنظره ديالو والمقاربه ديالو في هذه القضيه. حنا كنطمعوا باش المراه المغربيه يكون عندها وجود اكبر داخل الاحزاب السياسيه وداخل المؤسسات المنتخبه وفي قياده الاحزاب السياسيه، وهذا يحتاج الى عمل تواصلي وتحسيسي والى نقاش، وان شاء الله حنا عندنا امل ان المراه المغربيه اثبتت باستمرار وعبر القرون على انها حاضره وفاعله في مختلف مجالات العمل وخصوصا العمل السياسي. لا هو كاين اقبال، ولكن لا يكفي، نطمع فيما هو احسن واكثر. التعديل الحكومي ان شاء الله جاي في وقته ان شاء الله باذن الله.